السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي يسرى سويسي. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وضغطوا على زر الإعجاب وكذلك زر الجرس باش كيوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحط لكم. اليوم حبيت أنني نشارك معكم بعض برودوي ديال التجميل ديال الشركة ديال أوريفلام. هذه ماشي دعاية، مجرد أنني كنشارك معكم منتجات اللي عندي أنا اللي كنستعمل ديال المكياج. اول حاجه غنشاركها معكم هو هذا البارفان ديال العنبر اليكسير، صراحه ريحته كتحمق. ممكن انكم تستعملوه فقط في الشتاء حيت ريحته شويه مجهده، الصيفيه داك اللي عشاق البنات اللي كيعجبهم ديال ريحه مجهدين صراحه غزال الريحه كتحمق. وثاني حاجه هو هذا البارفان كذلك هو ديال لوف بوسيون، صراحة ريحته كتحمق وخفيفة، هذا ريحته خفيفة شوية. كذلك عندنا هنا فوندوتان ديال دوان، أنا قريبا ساليه صراحة كيعجبني والتغطية ديالو خفيفة بزاف، وفيه نسبة ديال عامل حماية ديال الشمس 15، صراحه كيخلي الترطيب في الوجه وزوين صراحه كيحمق هذا فوندوتان. عندنا الغوزالي مذوب، هذا حتى هو ديال دوان. نجيب هذا اللون هذا الغوز، صراحة اللون كيحمق. وكذلك هذا هو قريب، هذا التالي لي صراحة هو ديال أوريفلام ديال ماركة ديال جورداني، لون أحمر قش تلالية. هو صراحة كيحمق. وكاين هذا ديال هو ديال الماركة ديال كولور بوكس، اللون هذا اللون هذا هو قريب التلالية. كنطول الكاميرا ما كتبينش اللون، صحيح هذا اللون مغلق بزاف، عاطي الموف. وكذلك عندنا هذا الماسكارا، الماسكارا فيها جوج في واحد، الأولية حتى هي كذلك ديال دوون. هذه هي الفرشة ديالها، هذا الجهة كتعطي الفولوم. وكاينة الجهة أخرى كتعطي الكثافة. صراحة غزالة هاد الماسكارا، وكاين كذلك هاد الماسكارا هادي تاهي ديال دوون. هادي تالت ليا هادي، والصراحة عادي نرجع نشريها. هادا هو الفرشة ديالو، تاهي كتعطي الطول. مقاومة، هادي مقاومة ضد الماء، صراحة غزالة. هادي نعاود نشريها، هادي تالت ليا.
كاين هاد كريم ديال تحت العينين. صراحه انا اكتشفت انه مجرد انه كيعطي الترطيب، يعني ما فيش ديك حيت هما كانوا كاتبين فيه انه كيحيد السوائل اللي تحت العينين. صراحه انا لقيت مجرد انه كيعطي الترطيب لتحت العينين، ولكن هذا صافي الشيء اللي كيدير، صافي ما كيمشيش حاجه اكثر من هيدا. هذا ما نعاود نشريه صراحه، كنت خديته هو والكريمه ديالو ما بقيتهاش عندي، تالات لي كنت لوحدها. هذا اللي بقى عندي، هذا صراحه ما نعاود نشريه. كان هاد صباغات اليدين، صباغات عفوا الاظافر، هادي اللون ديالها شفاف ما كيبانش صراحه، غزال ديال الماركه ديال جورداني جولد، صراحه غزاله، هي مازال عندي فيها عمره، هادي زوينه صراحه وما كتبانش في الضفار بزاف. كاين هاد البلسم ديال الشفاه، صراحة باش نشوف شنو سميتو، هادا تندير كار، صراحة غزال غزال غزال، أنا تالا ليا وعنعاود نشريه صراحة، غزال بزاف كيرطب الشفايف مزيان. وكذلك عندنا هاد كاين هذا ديال محدد الحواجب، صراحة هو قريب التلالية، كان هنايا لون غامق وهنا كان لون فاتح، وهذا لتثبيت الحواجب. صراحة غزال بزاف، راه التلالية هذا اللي كنستعمل، هذا اللون اللي كنستعمل بزاف، صراحة غزال بزاف، كنصحكم انكم تشريوه. من ماركة كذلك ديال دوان، صراحة غزال بزاف هذا محدد الحواجب. كاين كذلك هذه الفرشة حتى هي ديال اوريفلام ديال فوندوتان، صراحة غزالة بزاف ورطبة، الشعيرات اللي فيها صراحة رطبين وما كيزولوش، صراحة غزالة هذه الفرشة. وعندنا كذلك برونزر، حبيبات حتى هو صراحه كيحمق، هذا ديال حتى هو جورداني، صراحة غزال بزاف. واخر حاجة اللي غنشاركها معكم، اللي صراحة اللي ما عجبتنيش في هاد الشركة ديال الاوريفلام، هو هاد اي شادو، كنت خديته بهاد الالوان، الموف مفتوح، الموف مغلق، عفوا مغلق والموف مفتوح، صراحة ما ماشي ما مزونيش بزاف هذا الموف. كيجيش باين بزاف صراحة، ما عجبنيش، ما نعاودش نشريه، ديال الماركة فيرمي، صراحة ما كنصحكمش حتى انا تشريوه. هادو هما البرودويات اللي غنشارك معاكم اليوم، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ديالي وضغطوا على زر الإعجاب وكذلك على زر الجرس باش كيوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحط لكم،
ودابا نخليكم فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى انكم تزيدوا تشجعوني بالتعاليق ديالكم، وشكرا على المتابعة ديالكم.